السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب وأصدقاء قناة اخترنا لك، معاكم تامر نبيل. ما تنساش بعد ما تشوف الفيديو ده اعمل لايك وشير ليه. موضوعنا النهاردة عن ملخص بسيط، ألخص لكم ملخص بسيط لرواية اسمها الفتاة المفقودة. الرواية دي نشرت في عام 2012 وهي لكتابة أمريكية، واتعمل عنها فيلم من شدة إعجاب الناس بيها في سنة 2014 باسم نفس الاسم الفتاة المفقودة. لكن أنا من قراءتي للرواية وقبل ما ألخصها ليكوا دلوقتي أقدر أقول عليها جبروت امرأة أو المرأة المفترية في البلد زي ما بنقول كده من اللي هي عملته. تعالوا هقول لكم ملخص الرواية دي، يلا بينا. هي من أروع روايات الإثارة والتشويق التي يمكن أن تطلع عليها. رواية متميزة على الرغم من أنها كبيرة الحجم كثيرا، إلا أنها ممتعة ولن تشعر بملل. وأنت تقرأها تدور القصة في إطار يثير العقل، حيث أن الأحداث في البداية ستقنعك بشيء ثم ستكتشف أن الحقيقة شيء آخر تماما. المؤلفة هي جيليان فيليب، هي مؤلفة أمريكية بتعمل بالكتابة والنقد ولها 3 روايات سابقة، هي أدوات حادة وأماكن مظلمة، وأخيرا الرواية اللي بنتكلم عليها اليوم وهي الفتاة المفقودة. أصدرت الرواية في عام 2012 ومن شدة إعجاب الناس وروعتهم بها اتعمل عنها فيلم بنفس الاسم عام 2014 ميلادية. أبطال القصة أو الرواية هم إيمي كاتبة قصص أطفال جميلة للغاية، وزوجها الرجل العادي الذي يعمل في وظيفة مستقرة، حياة مثالية من وجهة نظر الجميع. تبدأ الرواية بيوم عادي في بيت الأسرة من فردين، زوج وزوجة. ولكن الزوج حين يستيقظ من النوم يجد أن هناك طاولة متحطمة ولا يبالي، وتسير أحداث اليوم بشكل طبيعي إلى أن يكتشف الزوج أن زوجته اختفت. يبحث عنها في كل مكان دون فائدة، ويعرف أهل الزوجة ما حدث، وعلى الفور يتم إبلاغ الشرطة. تبدأ الشرطة التحقيقات والبحث المستمر ولكن دون فائدة. تزداد شهرة القضية بشكل كبير وتأخذ اهتمام إعلامي كبير، ولكن الشكوك كلها تتوجه إلى الزوج، الزوجة التي تثبت التحريات أنه كان يخون زوجته، مما يجعل موقفه أسوأ. وتستمر التحقيقات وتدور الأحداث بما يجعل المشاهد يتأكد أن الزوج هو السبب وراء اختفاء الزوجة، فكل تصرفات الزوج مريبة، خاصة حين يقيم علاقة مع فتاة وتعرف وسائل الإعلام ذلك، فالجميع يتأكد أن الزوج مسؤول بشكل مباشر عن اختفاء الزوجة. تظهر الأخبار في كل القنوات تتحدث حول الأمر، ولكن لحظة ما زالت الزوجة على قيد الحياة، تسكن في إحدى الفنادق باسم مستعار، وهي متنكرة تتابع الأحداث كما رتبتها هي بالضبط، فهي المسؤولة عن كل شيء، جعلت كل الظروف تبدو وكأن زوجها قتلها. أعرت من إحدى الجيران لتثبت أنها كانت حاملا حين اختفت، أصابت نفسها أكثر من مرة لكي تنزف وتلقي بالدماء في أرضية المنزل وتمسح الأرضية حتى تتأكد الشرطة أن الزوج هو من اعتدى عليها حتى نزف الدماء. عقلية شريرة وإجرامية ومنظمة هذه الزوجة بشكل مثير للرعب، تتابع كل شيء في صمت، وحين تشعر أن الأمور قربت على الانتهاء وأن أمرها قد ينكشف فكرت في خطة أكثر شرا. ذهبت إلى خطيبها السابق وطلبت منه أن يساعدها ويتركها تختبئ لديه، بعد أن أوهمته أن زوجها يريد قتلها وأنها خائفة وما زالت تحبه. يوافق ويدعها تسكن في منزله، ولكنها لها هدف آخر، فقد قتلته وأغرقت نفسها بدمه، ثم عادت إلى منزلها الذي تحيطه الصحافة لتظهر على أنها كانت مختطفة من قبل خطيبها السابق وقامت بقتله قبل أن يقتلها. الجميع يتعاطف معها إلا زوجها الذي يعرف. وده كان ملخص بسيط لرواية الفتاة المفقودة للكاتبة الأمريكية جيليان فيلن. أتمنى يكون الملخص عجبكم ووصل فكرة الرواية ليكم. أشوفكم في فيديو جديد، كان معكم تامر نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.